أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله واذكر في الكتاب مريم إذ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا
بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم
ذات اليمين إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ May وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا وقد خاب من افترى Yeah.
بذكرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ومن أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني اتخذ فلانا خليلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. الله الله الله. وما وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Allah, Allah, Allah. Gak penonton banyak. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi
Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فَلَمَّا جَاوَزَ فَتَاهُ أَوْدَى أَنَا. الله الله الله. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا
Majelis Hakim yang kami hormati, pengunjung yang berbahagia, musabakoh kami istirahatkan untuk persiapan tilawah dewasa pada babak final.